عبد السلام محمد البكري، المدير التنفيذي للجمعية المياه للنحالين تجار العسل. تحدثنا كثيرا حول موضوع المبيذات وأضرارها على الإنسان أولا، ثم على النحل وطواف النحل. طبعا أضرارها على الإنسان في المستشفيات مليئة بمرضى السرطان ومرضى التليف الكبدي، الذي كان من أسبابها الأولى هي دخول المبيذات الممنوعة دوليا، والذي استطاعت الوصول إلى اليمن بسبب ضعف النفوس وبسبب عدم إجراءات المواصفات والمقاييس الصحيحة، الذي استطاعت الحصول على التصاريح ودخول اليمن سواء بطريقة رسمية أو عن طريق التهريب الذي شاع في الفترة الأخيرة، والذي استطاع الوصول إلى الأسواق اليمنية وغزو الأسواق اليمنية. طبعا احنا نعاني كثيرا في المحاصيل الزراعية، في ما يتعرض له طوائف النحل من إتلاف طوائف النحل الكثيرة بسبب المبيذات، الذي استطاعت أن تؤثر على طوائف النحل على مدى 3 كيلومتر تقريبا بسبب المبيذات التي ترش على القات، محاصيل القات والمحاصيل الزراعية، وتستطيع أن تؤثر على النحل بمسافة 3 كيلومتر تقريبا. هذه المعاناة عانيناها كثيرا، تقدمنا بأكثر من عريضة للإخوة في وزارة الزراعة، للحجر الصحي، للحجر الزراعي، تقدمنا بمنع هذه المبيذات التي كانت حديثة على اليمن، يعني دخولها اليمن كان حديث وفي مرحلة حديثة، واستطاعوا بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد وأن توصل إلى كل المحلات التجارية. طبعا المحلات المبيذات مليئة بالمبيذات الممنوعة دوليا، تباع عندنا بكل أريحية، يعني ما فيش أي ملاحقات عليهم أو أي فروضات عليهم. الوضع أصبح وضع مرزي، يعني بحيث أنه المبيذات تباع على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية، وتقاعس الجهات الرسمية والجهات الحكومية في هذا الموضوع، سيؤدي إلى كارثة طبيعية، كارثة إنسانية بكل ما تعنيها الكلمة.